بدأت العديد من جوقات الترانيم أمسياتها الميلادية استعداداً لاستقبال طفل المغارة، حيث أقامت جوقة الرسل للاتين في الزرقاء بقيادة المرنم زيد عويس أمسيتها الميلادية برعاية المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن، ممثلاً بالدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب، بحضور راعي الكنيسة الأب طارق حجازين والكاهن المساعد الأب إبراهيم نفاع والأخوات الراهبات، حيث قدمت الجوقة عدداً من الترانيم الميلادية المنوعة بتفاعل جموع أبناء الرعية. كما أحيت أيضاً جوقة مشوار مع يسوع أمسيتها الميلادية بعنوان بميلادك يا ربي بتكبر المحبة في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك جبل الحسين بقيادة المرنم جوني الأطرش، وبحضور راعي الكنيسة الأب مودي هنديلة والأب نادر ساووق وممثلي مؤسسات وجمعيات خيرية والراهبات وأبناء الرعية، حيث قدم أفراد الجوقة مجموعة من الترانيم الميلادية بمشاركة الفنان موسى حجازين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، السلام عليك يا مريم. واحتفلت أيضا جوقة المجد الأرثوذكسية من محافظة إربد بإقامة أمسيتها الميلادية بقيادة المرنم منير حداد في كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في جبل التاج، بحضور راعي الكنيسة الأب ثيودروس حداد والآباء الكهنة وجموع أبناء الرعية. وفي مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أقامت جوقة ينبوع المحبة وبالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية أول أوراتوريو ميلادي أردني بعنوان يسوع ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة، وبحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجموع من المؤمنين. وتضمنت الأمسية تقديم مجموعة من التراتيل الميلادية البيزنطية والكلاسيكية المنوعة بالإضافة إلى تأملات ومشاهد تمثيلية ميلادية.